مو استهبال معزومين عند الربع. طيب اتصلت عليه قلت له مر علينا خذنا انا اسامه عشان نروح نفطر، قال لي طيب، وكان مستهبل ويخف دمه علي يا اخي. ليش ايش فيه؟ شوف ايش ورا ظهري بالله. تخيل تخيل التفاهه هذه بالله. ايش رايك اسامه جاي على الرن؟ ايش استهبل علي؟ مو وقت وانا ترى والله ما يبالي. طيب يا اخي والله ما يبالي. اسمع اسمع اعصابك هو السياره هذه على قده. طيب قلت له تعال خذنا يا اخي. طيب انا جاي اخذك، انت بتشوف معي ايش المشكله؟ من جد يا اخي اقسم بالله البيت قريب يا لا 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 خلاص ما ابغى تفاهه. خلاص والله العظيم انك ما عندك احساس. اسالك بالله كيف وش رايك بالسياره؟ والله السياره حلوه. امرني فخمه؟ والله فخمه. اشكر امك يا شيخ والله انك فنان اقسم بالله. انجرح يا شيخ. شوف في ذمتك هذه خطا. كابتن يا ربع يا حبيبي، طب امشي بشويش. ها؟ شغل الراديو فين؟ طب انت امشي بشويش، خلينا نمشي. طيب امشي بغير. يلا عيال بنفطر والله، نبي نفطر بسرعه يا ولد بسرعه. عاد قرتك يا لا اسمع، ما يصير قبل الصيام وبعد الصيام هبل. لا ورينج روفر كمان. لا ورينج وطاير فاهم. طب اسمع انتبه بالله التقاطع. تعال الماكينه على البتونه. اي على الاسطبال شغال. شغال الاسطبال شغال بالله. اشوف بالله اديني دورك. والله ما تاخذ دورك. لفه بالله تكفى لفه. انا بقول لك تقاطع تقاطع هذا الحرام. عليكم السلام. والله انه حلو لو يمشي اموره في الحاره فيها. والله كارديو.